مساكم الله بالخير يا شباب، شلونكم؟ شو اخباركم؟ والله ولهنا عليكم صراحه. في دعوه من وكاله هارلي حق ملاك دراجات هارلي، مسوين مهرجان افتتاح الموسم بما ان الجو تعدل والحين الناس تبي تطلع، ممكن تقدر تطلع بالسياكل، معني انا قاعد اطلع ترى بالليل من زمان، فقاعد اجهز نفسي واجهز الدراجه علشان اشارك في هذا الافتتاح واشوف الاوضاع. طبعا انا غسلت الهارلي، جهزت الامور، نشغل بسم الله. وصلت الآن إلى وكالة هارلي، وكالة الجديدة، الموقع الجديد. طبعا كان قبل مكانهم في منطقة شويخ صناعية، الحين انتقلوا إلى المنطقة الحرة. شغل مرتب، كفال داخل، شاورما برا، يا سلام. أحلى شيء لا لما تكون جوعان، والله عدل. Yeah.
صار قبل شوي اللي هو عرض على دراجات هارلي جديدة موسم جديد 2019-2020. Okay, so where's the knives? We need the plates and knives, please. Huh? Hello, Bishoy. هلا هلا بالحبيب. بنقص الكيكة تداحية الموسم. واحد اثنين ثلاث
ساعة كذي يريحون الشباب. بس الجو بيرفكت. وقفنا هنا البريك في هذا المكان. ما عليه ما في نارة. سكر هنا. طفت. أفا. شباب. قريب قريب جزيرة بوبيون. خطتي هذه. الشباب. كباتن. يعطيكم العافية. هاي لا مو هاي لو لا درب اللي بالشارع درب عاش الكبادن يا هلا مرحبا هلا السلام عليكم احلى منتظره شفتها بحياتي بعد عمري بعد عمري يعطيكم العافيه شباب حياكم جميل علي تحياتي هندال اهلا سالم الحين قاعدين نستعد عشان نكمل رايد الرجعه باتجاه الوكاله بس انا راح اكتفي في هذا المكان بضطر الحين ارجع في بعض الاعمال